بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين مع هذه الانطلاقات، متواصلين مع هذه التحديات وانطلاقة شوط جديد، شوطنا العاشر الخاص بالثنايا الابكار المهجنات. انطلاقاتنا متواصلة وانطلق بانطلاقة هذه الاسماء وصدارة الشوط. عز على المركز الاول، حمد بن مبارك بن محمد بن مبارك الغفلي على المقدمة، ينطلق بانطلاقة عز على صدارة هذا الشوط. بينما النقلة والانتقال على المركز الثاني اللي اتابع مزون علي بن سالم بن حمد الكتبي اللي على المركز الثاني يتقدم بانطلاقة مزون. المركز الثالث وصل شعار بالقوبع ليتقدم بهذا الانطلاق، ومع هذا الحضور بانطلاقة وباندفاعة هناك انطلاقة نجوى سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، ولكن شوف التجاوزات والانطلاقات في هذه اللحظات، انطلاقة الهبيب مبارك بن محمد بن شيره العامري اللي تجاوزت وبكل قوة وبكل سرعة إلى مقدمة الشوط بانطلاقة جميلة وبحضور ولا أروع. المركز الثاني ميزه على المركز الثاني، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يتجاوز بدوره والآخر على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هذا شعار بن كليب من يتقدم على المركز الثالث مع هذه الانطلاقة بانطلاقة خيرة سالم بن سيف بن علي بن كليب على مستوى ثالث التحديات. المركز الرابع هذه ذعنابة مزون بشعار علي بن سالم بن حمد الاكتبي، والمركز الخامس التدخل في هذه اللحظات والانطلاق من شعار المتحدي القادم بهذا المستوى وبهذا الانطلاق هنا مع ريتال سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي القادم على المركز الخامس. المركز السادس تدخل ووصل في هذه اللحظات شعار سمحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري ليتقدم بدوره ومع شعاره على المركز السادس. المركز السابع هنالك انطلاقة عز حمد بن مبارك بن محمد الغفلي القادم والمنطلق في هذه اللحظات على المركز السابع والمركز الثامن، يتقدم شعار الشاعر وينطلق بلحظات وصوله واندفاعه. طافت الأمواج سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب يتقدم وينطلق هذا الشاعر الكبير وهذا الشعار الكبير بانطلاقاته وبتحدياته على المركز الثامن. المركز التاسع وصل شعارك يا ابو محمد، وصل شعار الاسماء الكبيرة والمميزة شعار سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. يتحرك ابو محمد مع هذا الشعار الذي له صولاته وله جولاته وله تاريخه الكبير المشرق والناصع دائما وابدا بالانجازات. ايضا القدوم من ناصية سعيد بن حرام بن سعيد الجابري الواصلة على المركز العاشر. هذه هي الأسماء، هذا هو النداء الأول يا من تتابع يا من تراقب تحدياتي وانطلاقاتي هذا الشوط بهذه الاندفاعات الكبيرة بهذه المستويات الجميلة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى تحديات شوطي الثنايا الأبكار المهجنات. الاندفاع الأول، الانطلاق الأول، يا سلام يا سلام يا سلامي على شعار بن كليب على المركز الأول. من يتقدم بهذا الشعار الأسطوري الذي حقق من الإنجازات ومن الرموز ما الله به عليم، يتحرك على المركز الأول بن كليب بمقدمة شوط بانطلاقة ولا أروع بموقع كبير يعتاد عليه هذا الشعار دائما. خير خير خير
الأخير سالم بن سيف بن علي بن كليب على المركز الأول يتحرك بالصدارة بالانطلاق الجميل. المركز الثاني وصلت الهبيبة، الهبيبة على المركز الثاني مبارك بن محمد بن شير العامري القادم على المركز الثاني يتحرك وينتشر بن شير في هذا الموقع الخطير في هذا الموقع الجميل. المركز الثالث بدأ يقترب رويدا رويدا الشاعر وشعاره، الشاعر وإنجازاته، الشاعر وتاريخه بن مصلح الأحبابي ينطلق على المركز الثالث. سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي كيلو ونصف الكيلو يا أهل الثنايا يا أهل البكار ينطلقون بهذه التحديات وطافة الأمواج هي القادمة هي المنطلقة بشعار الشاعر يا سلامي عليك. المركز الرابع أول نداء ادغشة هي القادمة سيف بن سلطان بن علي بالصلف النعيمي يتقدم بانطلاقتي وبحضور ادغشة راعية عوايد راعية انجازات بالقوبعة يتحرك بشعاره بالقوبعة ينطلق بانطلاقاته. هل الفقع يبغون السلامات؟ هل المرموم يبغون السلامات؟ يا ابو محمد سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبعة المنصوري يتحرك وينطلق ولكن وين 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 بن كليب بن كليب انطلق بالفوز انطلق بالانتصار يا سلام على ريتول ولكني أتابع المجازف وشعاره بدأ يتحرك بدأ ينقض على المراكز الأمامية قادما من المراكز الخلفية ولكن بن كليب الخمسمائة متر الأخير الخمسمائة متر الخطير بن كليب مع ريتال بثقة لا تليق إلا بشعار بن كليب مع ريتال ولكن بن زيتون وبالصلف النعيمي على المركز الثالث تحرك بدغشة ولكن ريتال بن كليب بن كليب بن كليب مع الفوز مع الانتصار مع التحدي ومع الناموس سلامي والله عليك يا بن كليب سلام. هذا الفوز اللي والله ما هو بغريب عليك لا والله ولا هو غريب على هذا الشعار سلام يا المدام سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميري مع غلا والمركز الثالث كان شعار بالصلف مع دغشة من حضرت على المركز الثالث سيف بن سلطان بن علي بالصلف. والمركز الرابع كان الوصول من وهاجة سلمان بسعيد بن حمد المري. والمركز الخامس كان الوصول من سمحة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين تهانينا والناموس لك يا بن كليب من انتزع هذا الناموس وبكل قوة واستحقاق. ريتال خاطفة ناموس الشوط بأداء كبير بمستوى مميز وجميل غير مستغرب أبدا هذا الأداء على هذا الشعار سلامي عليك يا بن كليب سلام. إذن هناك شعار بن كليب من انتزع ناموس الشوط إذن وبكل قوة مع أخيرة التوقيت الزمني 9:27 ثلاث أجزاء من الثانية أخيرة بشعار بن كليب من انتزعت ناموس الشوط وبكل قوة سالم بن سيف بن علي بن كليب ثاني والناموس المركز الثاني. كانت هنالك بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والتوقيت الزمن 9:28 سبع أجزاء من الثانية كانت غلا بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز الثالث 9:28 ثمان أجزاء من الثانية كانت غشة على المركز الثالث بشعار سيف
بن سلطان بن علي بالصرف تهانينا والناموس لجميع الفائزين.